يا صباح الخير عليكم، صباح يوم جديد ويوم سعيد يا رب يكون مليان أمل وسعادة وتفاؤل. وحلقة جديدة من برنامج صباح مي، والنهاردة الاثنين 30 يناير لعام 2023. اسمحوا لي في البداية أرحب بزميلتي نرمين. صباح الخير يا نرمين. صباح الخير يا مايكل، صباح الهنا والسعادة على حضراتكم مشاهدينا في يوم جديد وحلقة جديدة وصباح مي. هنبدأ مع حضراتكم بأولى فقراتنا زي ما احنا متعودين، الفقرة الإخبارية واللي بنتابع فيها نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود وزارة الداخلية وأهم الأحداث اللي حصلت بالأمس. فقرتنا الثانية وهتكون فقرة الصحافة اللي بنعرف بنحلل فيها أبرز المنشطات المحلية والعالمية، وهيكون موجود معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم طه. الفقرة الثالثة هتبقى عن مدينة يعني هرب ليها حد عظيم. هنروح في جولة تاريخية لمدينة نينوى ومدينة يافا بالتحديد، هنشوف إيه هي أهم المعالم السياحية فيها وإيه أهم المناطق المهم إن إحنا نزورها أو أهم المناطق اللي نلقي الضوء عليها. هيكون معانا الأستاذ زكي رمزي المرشد السياحي والخادم بالأراضي المقدسة، لكن بعد الفاصل ونرجع معاكم بأولى فقراتنا.